بنروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات من قنا. نبدأ مع حضرتكم، وتم البدء في أعمال الرصف بمنطقة كلاحين قفط الصناعية. أما في محافظة اسكندرية فقد تم تنفيذ حوالي 81 ألف مشروع بتمويل يصل إلى 2.47 مليار جنيه. كمان في المنوفية تم إنشاء 9 مشروعات خدمية ضمن الخطة الاستثمارية، وفي الإسماعيلية تم اعتماد مخططات تفصيلية للمناطق الصناعية في المحافظة، وتفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في قنا تم البدء في أعمال الرصف بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط بمنطقة البوابة الغربية وحتى السوق التجاري، واللي بيخدم كل من المبنى الإداري للمنطقة الصناعية والسنترال والبنزينة ونقطة الشرطة. وبتتم أعمال الرصف بطول 1000 متر عبارة عن حارتين، كل حارة بيبلغ عرضها 9 متر لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على المواطنين. في الإسكندرية تم تنفيذ خطة طموحة بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تهدف لتنمية وتطوير المشروعات ونشر وتشجيع ثقافة ريادة الأعمال، وتم تمويل قروض بنحو 2.47 مليار جنيه لإقامة 81 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر بنطاق المحافظة، ساهم في توفير 183 ألف فرصة عمل. في المنيا تم تنفيذ القافلة الطبية بقرية العور التابعة لمركز سما اللوط وتوقيع الكشف الطبي على 1579 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان، وده ضمن سلسلة القوافل الطبية العلاجية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة. في المنوفية بتشهد المحافظة تنفيذ 9 مشروعات خدمية، أسواق حضرية ومواقف نموذجية بقيمة استثمارية تقارب 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وده بهدف النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة لأهالينا بقرى الريف المصري. في الأليوبية أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية توزيع كميات من سكر المبادرة على المواطنين بلغت 329 طن و600 كيلو سكر تحت إشراف رقابة التموين ومباحث التموين ومجالس المدن بسعر 27 جنيه للكيلو، وده بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن المواطنين. في الإسماعيلية اعتمدت المحافظة مخططين تفصيليين للمناطق الصناعية عبارة عن المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية الأولى والثانية بمدينة الإسماعيلية والمخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وده في إطار حرص القيادة السياسية على تشجيع الاستثمارات وتوفير مناخ جيد للاستثمار داخل المناطق الصناعية. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقية فقراتنا، خليكم معنا.